Down the street.
الثاني كذاب يبقى مؤقت وايه وكذاب. وفي اثنين اي وفي اثنين كونجنيتال وفاميليال، يبقى في حاجات وراثه وحاجات بالاي واثنين، واحد فيهم مؤقت والثاني كذاب. ايه بقى المؤقت ده؟ مؤقت حاجه اسمها ترانزيانت نيونيتال هايبوثايرويد، ايوه بره ثيرويد. يبقى ترانزيانت نيونيتال هايبوثايرويد يعني ايه؟ يعني بعض النيونات بيتولدوا عندهم البارا ثايرويد ايه؟ هايبو اكتف، بتكون حاجه مؤقته بتاخد لها حوالي من 5 ايام لاسبوع وبعدين ترجع تشتغل تاني كويس، وبالتالي الحاله تتحسن من نفسها. الموضوع مش باثولوجي، ده في السيروجيك فاريانت موجود في بعض الاطفال اللي يكون عنده البارا ثايرويد مش شغاله كويس قوي بتاع الولاده، ولكن مع الوقت بتيجي الاسبوع بترجع تشتغل كويس. هنسميها ترانزيانت نيونيتال هايبو بارا ثايرويد، ده المؤقت. هما مين بقى الكذاب؟ الكذاب اللي هو السودو هايبوباراثايروديزم، سودو هايبوباراثايروديزم. طب يعني ايه كذاب؟ يعني الباراثايرويد سليمه وبتطلع برا هرمون كويس. قال لا، يعني مفيش هايبوباراثايروديزم، فالباراثايرويد بتطلع هرمون بنسبه كفايه، ولكن المشكله ان الاورجانز هي اللي ما بتستجيبش برا هرمون عشان مفيش ريسبتور. هو البرا هرمون عشان يشتغل محتاج ريسبتور، لو مفيش ريسبتور تلاقي ان البرا هرمون مش عايز يشتغل، وتلاقي ان في الجسم اعراض الهايبو باراثايروديزم، مع انك لو خدت منه عينه دم وبصيت فيها على البارا هرمون هتلاقيه نورمال. اللي بنسميه اند اورجان ان ريسبونسيف، اند اورجان ان ريسبونسيف معايا، هنسميها سودو هايبو بارا ثايروديزم معايا. ده كده. طب بعد كده عندي في اثنين الاي اللي هم اياتروجينيك، اياتروجينيك وايميون. اياتروجينيك اللي هو سيرجيكال اكسجن، ساعات في بعض الامراض بنضطر نعمل سيرجيكال باراثايروديكتومي، او ساعات لما يكون مثلا في ثايروكسيتوزس ساعات بتشيل الثايرويد بالباراثايرويد اللي فوق. انا قصدي لو انت عملت سيرجيكال ريموفال ما هو هيحصل له هايبو باراثايروديزم. او اميون، حالات الاوتو اميون، اوتو اميون هايبو باراثايروديزم، يعني في بعض الحالات بتلاقي في اوتو انتيبودي بتهاجم الباراثايرويد جلاند ويحصل اوتو اميون هايبو باراثايروديزم. يبقى في الاي اميون وايه؟ وايتروجين. واخيرا في اثنين مع بعض، كونجنتال وفاميليا. كونجنتال واد في البطن هو النيترو، يعني تتعرض للراديشن لادويه الكلام من ده، فحصل كونجنتال ابليزيا او هايبوليزيا مثلا، يبقى لو في ابليزيا او هايبوليزيا ده كونجنتال. يا اما هيريديتري، ساعات بيكون الهايبو باراثايروديزم مرض موروث وكاكس لينكد او كروموزوم دوميننت موروث، وبتلاقي في عيلته في حد عنده المرض، يبقى ساعات بيكون كونجنتال ساعات بيكون هيريديتري اللي هو فاميليا يعني. يبقى كونجنتال او ايه؟ او ريديتري في اسباب الهايبو باراثايرويد. يبقى الهايبو بارا يا اما مؤقت يا اما كذاب، الترانزيانت والسوزو، اثنين اي ايتروجينيك واميون، واثنين كونجنتال وفاميليا، دي اسباب مين؟ الهايبو باراثايرويد. طب نخش بقى على الثانيه اللي هي نقص الفيتامين دي، ما خدناش بالك ايه اللي ينقص فيتامين دي؟ ما هو نقص غذائي يا باشمهندس، قلنا اي نقص غذائي يا اما نقص الانتيك يا نقص الابزوربشن وهكذا. يبقى اذا يا اما اول حاجه نقص الانتيك او نقص التصنيع في الجلد، مش قلنا قبل كده ان الفيتامين دي في جسم الطفل بيجي من مصدرين، يعني التكوين في الجلد عن طريق تعرض للشمس يعني عن طريق الاكل. يبقى اذا يا اما ما بياكلش يا اما ما بيتعرضش للشمس، ادي اول حاجه. يا اما بياكل وكل حاجه بس الفيتامين دي اللي بياكله ما بيتمصش، فحالات الملل صفر، فحالات الملل صفر شمس معايا دكاتره. يا اما بياكل وبيتمص كل حاجه، بس لو تفتكروا ان احنا قلنا ان الفيتامين دي اللي بيتاكل او بيتكون في الجلد بيكون انأكتف، وعشان يحصل له اكتيفيشن لازم يتحط عليه مجموعتين هيدروكسيد، فاكرين لما قلنا يروح الليفر يحط عليه 25 هيدروكسيد، يبقى اسمه 25 هيدروكسي فيتامين دي، وبعدين يروح الكدني يحط عليه 1 هيدروكسي يبقى اسمه 1 و25 باي هيدروكسي فيتامين دي اللي هو الاكتف بقى. وكنا قلنا لو انت اكلت فيتامين دي او اتكون عندك في جلدك بس انت عندك فينا فيلير لا قدر الله يعني او ليفر فيلير، هتلاقي ان الفيتامين دي ما يحصلوش اكتيفيشن، يعني ولا كانه موجود، هو اي نعم موجود بس مش شغال معايا دكاتره. يبقى اذا لو في فيلير اوف اكتيفيشن، لو في فيلير اوف اكتيفيشن زي حالات الرينال فيلير، ده كلام معاك بتاع نفس الكلام الموجود في جسمك. طب بعد كده نقص المغنيسيوم، وقلنا نقص المغنيسيوم هينقص البارسلون هينقص الكالسيوم. طب ايه اللي ينقص المغنيسيوم؟ اولا ساعات برضه بيكون مرض وراثي اللي هو الفاميليال هايبو ماجنيزيميا، فاميليال هايبو ماجنيزيميا. طيب ايه كمان برضه في حالات المال ابزوربشن؟ لو في مال
زيادة الفوسفرا فبالتالي يزودها ساعات في البويزنج زي الاوجينوفوسفيت بويزنج اوجينوفوسفيت بويزنج او برضه في الكانسر كيموثيرابي وانت بتعالج اللوكيميا بالذات فاكرين لما قلنا حاجه اسمها تيومر لايز سندروم تيومر لايز سندروم الخليه كانت بتتكسر ويطلع منها حاجات كتير كان منها بوتاسيوم ويوريك اسيد وبرضه فوسفات يعني برضه في حالات التيومر لايز سندروم بيطلع اكسس ان اورجانيك فوسفات برضه بينقص الكالسيوم اللي في الدم معايا يا دكاتره يبقى كده قلنا ايه؟ يبقى كده قلت عندي اللي هو الاسباب اللي ممكن تعمل لك هايبوكالسيميا او تيومر دكاتره ابتدى الموضوع مهم جدا بقول لك لسه اخر مره جايه الدور اللي فات ده دور بقى اللي فات ده جاب التأجيل طبعا جابوا في التأجيل عشان كانوا لاغين الفضول الاول اتلغى الفضول الاول وقال لك يضربوا ازاي في التأجيل جابوا في التأجيل اتلغى الناس اللي فاضيه تدريب من ملغيه اتلغى وجابوا في التأجيل اتلغى وعامة هو صفحة تاني يعني مش هنيجي على الحلقة ونتصدر يعني طيب عاوزين ناخد بقى الكلينيكال سيكتشر بتاعة السيتامين الكلينيكال سيكتشر في سيمتومز وفي تايب ركزوا معايا بقى في سيمتومز وفي تايب اول حاجة في سيمتوم فاكرين التعريف اللي هو دكاترة فاكرين التعريف كان نيورو ماسكولار هايبر يعني في اعراض في النيرف واعراض في المصل طب هات الاول في المصل عشان بيكون في هايبر اكسايتابيلتي دايما بتلاقي البيشنت يشتكي من مصل بين وجنب والسيفن دايما في وجع في العضلات يقول لك بيجيك كامبات كتير بتشد عليها كامبات كتير وفي السيفن طب تاني حاجه اعراض بقى النرفات دايما يقول لك في تنميل في الوضع الاقي او الاقي منظر السوبراتيزيا دي برضه اعراض ايه؟ نيورولوجيكال هايبر اكسايتابيلتي وخد بالك ان السيمبتوم لو موجوده كده دي حاجه اسمها مانيفست سيتاني يعني لو البيشنت بيشتكي من سيمبتومز كده يبقى اكيد عنده حاجه اسمها مانيفست سيتاني انما ساعات الهايبوكالسيميا بتكون بسيطه قوي بحيث ما تكونش باينه فنسميها ليتن سيتاني يبقى خد بالك ان السيتاني قد يكون ليتن او مانيفست ليتن واضح من اسمه ان هو عنده هايبوكالسيميا بس من غير مانيفستيشن انما مانيفست معناها ان الباشمهندس عنده هايبوكالسيميا وعامله مانيفستيشن معايا يا دكاتره طيب ناخد بقى الساينز الساينز هتفرق على حسب هو الزبون ليتن ولا مانيفست طب ناخد اول حاجه الليتن لو جاله الاخ عنده ليتن تيتاني ايه الساينز اللي هنشوفها خد بالك معايا ام سي كيو الاول بيجي لك دايما بريم سي كيو يقول لك ان الساينز اوف ليتن تيتاني بتبتدي امتى؟ لما يكون الايونايز كالسيوم من 4 و4.5 خد بالك ان النورم 4.5 فلو قال لي نص بس يعني من 4 ل 4.5 ما يبانش اعراض ما يبانش ساينز او لو كانت توتال من 7.5 ل 8.5 يعني ناقص اللي هو واحد ناقص واحد ده النقص ده مش كفايه انه يظهر نفسه كده مش كفايه ان هو يظهر نفسه كده وعشان هو مش ظاهر انا بظلمه ركز معايا بقى علشان هو مش ظاهر انا بحاول اظلمه اظلمه ازاي؟ بعمل شويه اختبارات الاختبارات دي او الساينز دي مهمه جدا هاز ساينز ديتا عاوزين نعرف بقى ايه ساينز ديتا كذا حاجه خمسة ساينس تحفظها ناخد حاجة حاجة أول حاجة عندي أول حاجة هناخد ساينس اسمها شيفوستك ساينس شيفوستك ساينس طب أقول شيفوستك قال لك إيه؟ شيفوستك قال لك إنك لو جبت الغمر بتاعتك لو جبت الغمر ورحت عامل دامينج أهو شايفين التريجر ده إيه؟ قدام قعدت أخبط كده هنا وأنت عملت أخبط كده قدام الودن الأخ ده لو عنده ليه تمتدني هتعمل كده يخشب كده ناحية واحدة المنظر ده يساوي شيفوستكس ايه؟ طيب يبقى اذا عملت تابنج للفرنت اوف ذا ايه فلقيت ان هو حصله سبازمت ايه؟ في نفس الناحيه اللي بخبط فيها. وعشان النيرف هايبر اكسايتبل هو اي نعم مش واضح بس هو عاوز ايه؟ استيموليشن خفيف. اول ما خبطته راح شغال وظهر المرض. اول ما خبطته عملت مينيمال استيموليشن راح بدا يظهر نفسه. قالوا الكلام يبقى شيفوستكس قال لك لو خبطته قدام الودان وشه هيقفش معاه. قالوا الكلام قال رقم واحد. طب ثاني واحد كان في واحد تاني اسمه ارجل واضح ان الاخ ارجل كان كهربائي مش دكتور الاخ ارجل كان بيلعب في الكهرباء فلاقى ايه المفروض اي عضله محترمه تحتاج نفسها علشان تعمل كونتراكشن لازم بتعمل لها ستيميوليشن تيار جلفانيك قوته على الاقل 8 مللي امبير على الاقل 8 قالوا الكلام العضله لو عندها اكسسبيلتي صح يعني مقاس تتلك العضله مش هايبر اكسايتد عشان يحصل فيها كونتراكشن لازم يكون قوه التيار 8 ملي امبير. ان اخونا ابن لقى ان اخواننا بتوع التكني العضله عندهم هايبر ايه؟ اكسايتد والنرف بتاعها هايبر اكسايتد بمعنى اول ما اجيب تيار كهربائي ضغطه 6 ملي امبير ضعيف قوي ده واحطه على العضله يكبر فيها كونتراكشن يبقى اجبن كهربائي تكن اجبن كان كهربائي وكان بيقول لك ان العضله يحصل فيها كونتراكشن لو انت حاطط عليها تيار قوه
البيرونيال ساين، عندي حاجه اسمها البيرونيال ساين. طب ايه بقى البيرونيال ساين دي؟ البيرونيال ببساطه قال لك انك لو جيت تحت عند الفيبولس، عند راس الفيبولس من تحت الجي جوينت كده، ورحت جايب الهرج بتاعتك ومخبط ومخبط، هتلاقي رجليه من تحت. رجليه ها؟ هتلاقي رجليه يحصل فيها ايه؟ تتفرك كده اهو، تتفرك مع فريكشن في الايه؟ في التوب. معايا؟ يبقى اذا بتلاقي عنده ايه؟ بتلاقي عنده فيه اللي بيحصل فيها بيزا للبلسه. شايفين اللي حصل؟ يبقى حصل فيها اكستنشن مع فريكشن في مين؟ موجود تاني. حصل فيها دون ديفليكشن. كونتر فريكشن يعني اكستنشن. حصل فيها اكستنشن كده اهو مع فريكشن في ايه؟ معايا ده كده؟ دي اسمها بيزا للبلسه. يبقى اذا اخويا بيرونير قال لك لما اتخبط على البيرونير هيروح حاطط فيه اكستنشن تحت يعني مع فريكشن في التول. طيب ايه كمان؟ اخر حاجه حاجه اسمها كروستو تايم. حاجه اسمها كروستو تايم. كروستو قال لك ايه؟ خد بالك معايا. كروستو قال لك لو جبت جهاز الضغط ولفيته ورفعت الضغط ما بين 80 و120 90 100 يعني ميد ويف من التول والدايستول. حلو الكلام؟ لو انت عملت كده هتلاقي ان الايد اللي ملفوف عليها جهاز الضغط هتعمل كده اهو. بص كده، بص عليا. دي تتني كده ودي تتني كده والصابع مفروده وصبغه كبير في بطن ايده كده. شايفين؟ يبقى فريكشن في الرجل وفريكشن في الميتافيبو فرنجيال والاكستنشن في الانتر فرنجيال، وهتلاقي صبغه كبير جوه راح ايده كده. دي اسمها ايه؟ اسمها كاربال سبازم. اسمها كاربال ايه؟ سبازم. يبقى ده المنظر بتاع الايه؟ بتاع الكاربال سبازم. قلنا فريكشن هنا وفريكشن هنا واكستنشن هنا، وتلاقي ايه؟ صبغه جوه ايده كده. معايا ده كده؟ دي اسمها ايه؟ كاربال سبازم. ده الاخر والصوب. طيب طبعا السبب انه لما رفع الضغط، لما رفع الضغط قفل الفيسل بارشالي، ولما قفل الفيسل حصل اسكيميا وهيبوكسيا في المصل والهيبوكسيا ايريتنت، واصلا العضله بتلكم. فلما يحصل اسكيميا او هيبوكسيا يروح حاطط فيها كونتراكشن. معايا ده كده؟ كاربال الميتافيبو فرنجيا فريكت والانتر فرنجيا مجهوله والصفحه الكبير ده في كويس كده. ده اسمه الكربل ايه؟ معايا ده كده؟ يبقى احنا قلنا ركزوا معايا، قلنا الليتن الليتن اول حاجه شيبوستكس كان بيخبط فين؟ شيبوستكس طلع ضرب شيبوستكس فين؟ على وشه قدامه دال على وشه الخشب. ايربس كان كهربائي كان بيلعب بالكهرباء. البرونيال كان بيخبط على البرونيال نيرف عند ركبته من تحت. انما الترستو كان بيلعب بجهاز الضغط. حلو الكلام؟ دول اربعه تايم. خش بقى على التايمز اوف مانيفست تايم. الاخ المانيفست ده ما هواش محتاج بقى لا اندكشن ولا كلام من ده. هو عنده الاعراض واضحه من نفسها. ازاي يعني؟ يعني من غير اي حاجه ساعات يجي لك بكربل سباز او بيتا سباز او كاربو بيتا الاثنين مع بعض. وساعات يحتاطوا لارينجر سباز لو حاله سبيل يحتاطوا لارينجر سباز وده يعمل ايه؟ كروب. فاكرين لما خدناه في كروب؟ لارينجر سباز. حتى فاكر اسم الدلع بتاعها؟ صح؟ لارينجسمس ترايديولس. لما كنا بنسميها لارينجسمس ترايديولس. لارينجسمس ترايديولس خدناها في كروب. فاكرين الكلام ده؟ طيب وساعات بقى لما ربنا يكرمه يلا ده كده لما ربنا يكرمه ياخد الشهاده يحفظه كونفانجن ويفهم ما ساعدش. حلو الكلام؟ يبقى اذا لو كان الهايبوكالسيميا جامده يبدا يبقى كونفانجن وهيموت منك لو ما شفتوش. يبقى اذا ده السيتاني المانيفست ايه؟ السيتاني طبعا انت متوقع بذكائك الواسع ان اكيد المانيفست هيحصل لما الهايلايت يبقى اقل من اربعه والسيتاني اقل من اربعه اكيد يعني. معايا ده كده؟ يبقى اذا ده اللي هو اعراض مين؟ اعراض سيتاني. خش يا باشمهندس على الانفستيجيشن. طبعا تاليف الانفستيجيشن خص عنده على السيرم كالسيوم السيرم مغنيسيوم السيرم باراسترومون والفيتامين دي زي بعض. بص علينا الفانكشن عشان لو فينا فيلير وهكذا. معايا دكاتره؟ يبقى التاليف التاليف. اوعى تنسى تعمل اشعه على البول. شوف برضه الاثنين بول. معايا؟ تاليف تاليف جميل. خش بقى على التريتمنت يا عم الحاج جاله جفاف اديله محلول. هو عنده هايبوكالسيميا يبقى اديله كالسيوم. يبقى انا علاله كالسيوم جلوكونيت. انا على له كالسيوم ايه؟ جلوكونيت. وعلشان برضه نظبط الكالسيوم زياده بياخد فيتامين دي. اسمعوني لو عنده الكدني والليفر سلام ياخد فيتامين دي عادي على اقسام الكدني والليفر هتعمل له اكتيفيشن. انما لو مفلير ياخد او عنده اي مشكله ياخد اكتف فيتامين دي. والروتين ان احنا بندي اكتف فيتامين دي حتى لو ياخد اكتف ايه؟ فيتامين دي اللي هو كالسيوم فالول. كالسيوم فالول ياخد اكتف ايه؟ فيتامين دي. مش عايز دول من غير دول بياخد كالسيوم جلوكونيت 10% وبياخد الفيتامين دي وقت كاس الاكل الاول. قبل الكلام ده الموضوع ده هيقفل هيقفل تاني. ده اللي جسمنا. طيب افتحوا بقى الايمرجنسي كده. الايمرجنسي كان في موضوعين صغيرين كده.
يلا كلمه جامد. الباقي دلوقتي شوفي انا اخد حاجه اسمها الدايركت الايمرجنسي.
هناخد حاجة اسمها جزيرات والإمرجنسز. يلا يا دكاترة، يلا يا شطار، جزيرات والإمرجنسز. أول حاجة عندي للتشوكينج، أول حاجة للتشوكينج، خد بالك بقى معايا. أول حاجة عليك في التشوكينج، التشوكينج يا واحد اتخلق، اتخلق ليه بالصلاة على النبي؟ على فكرة يعني مشكلة في المرأة دي في الأطفال إن حصل فيه غلاف، يعني موضوع التشوكينج ده هو نفس موضوع الفورين جود أكسبريشن اللي حصل في الأتشن كوليكشن، هو نفس الموضوع بس ده طريقة شرح وطريقة شرح تانية، ده تبع الإمرجنسي وده تبع الشاشة، فده خشب يعني تكون عطية حصلت في الإمرجنسي، تكجيكال إمرجنسي شرحناها، تكون خشبة شرح في اليوم، هي تكجيكال إمرجنسي وهنساها في الأتشن كوليكشن. ما تعرفش ان ده حط السؤال وهيجوه في النيونيت ولا في التشيلدرن طبعا ايه؟ هو هيجيلك امتحان مريض له حاجه من الاثنين، تكون عطيه عامله في السيرجيكال امرجنسي في الاطفال في التشيلدرن، انما الدكتور خشب عامله في السيرجيكال في النيونيت من اول قبل الولاده لوقت الولاده بعد افلام كده يعني، هو هيحدد لك في الامتحان عاوز سيرجيكال امرجنسي في النيونيت او عاوز سيرجيكال امرجنسي عامه، فاهم قصدي ايه؟ هتبقى هتبص بقى في الامتحان ما تفرطش، انا هحطها في الموضوعين. خد بالك ان السيرجيكال امرجنسي بتاع النيلين اصلا مش موجود في كتاب الارث بس اتشرح في محاضره وانا هنزله محاضره برضه، واتشرح في فكره محاضره برضه وهينزل برضه، ممكن يجيب لك اي سؤال عادي، حاجه اسمها كتاب اسمه ولا كتاب اسمه، حاجه اسمها محاضرات اتشرح كذا في المحاضره، لما يحب يضرب هيجيب وده سؤال في محاضرات، انتوا ضبطية اعمل لكم ايه؟ ما تعرفوش محاضرات ليه؟ وهنزله في السؤال. بتكلم جد والله، يعني التأجيل اللي فات جاب ثلاث أسئلة فول مود أكسبريشن الحمد لله كلها محاضرات من الأسئلة كلها، فدي حاجات محاضرات ممكن تيجي ولا تقول لكم يعني دي محاضرات بس الكلام التجمعات ده هيتذاكر، حاجات الورق التجمعات هيتذاكر التجمعات دي، انت هتطلع شو الورقة كده. يلا يا دكاترة هات لي تشوكينج، يعني ايه تشوكينج؟ التشوكينج يعني واحد بلع فورين بودي واتخنق، شوكينج يعني واحد بلع فورين بودي واتخنق. والله الفورين بودي ده الفورين بودي قد يكون اول حاجه نباتات، قد يكون حاجه من نباتات، يعني اشهر حاجه بيبلعها حبايه فول مثلا، حبايه فول ما بلعها وتقعد عنده في ظهره وتروح خانقاه مش قالوا الكلام، او الواد قدامه بريزه ولا شيل ولا حاجه راح خطه راح نازل برضه في ظهره اكل الظهر، يبقى الفورين بودي اكسلريشن ممكن الواد يبلع اي حاجه، بس احنا اكتر حاجه فعلا بنشوفها الفول ده معايا دكاتره، ده اللي هو الفورين بودي اكسلريشن او التشوك. طيب عايزين نعرف الكلينيكال بيكتشر، والله الكلينيكال بيكتشر هو حظ، يعني على حسب حجم حبايه الفول اللي خدها او على حسب حجم الاوبجكت اللي جاله، بمعنى لو كان الاوبجكت كبير واتزرق في اير واي زنقه جامده هيعمل كومبليت اير واي اوبستراكشن، يعني يا اما الفورين بودي يقفل كده يبقى عمل كومبليت اير واي اوبستراكشن، يا اما يقفل كده مثلا يكون رامي كده اهو يبقى عامل لك بارشال اير واي اوبستراكشن، يبقى يا اما قافل ضفه مفتاح يا اما سابب سايب منفذ بسيط كده يعدي منه شويه هواء. طيب ايه بقى اللي هيحصل؟ لو كان بارشل الواد مره واحده، الاهلي اللي هيقول مش هو اللي هيقول، وجالك مخنوق وحاطه كارت مش هو هيتكلم خالص، الاهلي اللي هيقول الواد ده هو كان قاعد وفجاه كلمه فجاه دي مهمه قوي بصراحه، فجاه دي مهمه قوي في الهيستوري انه صدمه قالوا الكلام، فجاه الواد قاعد يكح 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 كحه زمزمتك عمال يكح وشه احمر وعمال بقى يضرب يحاول يطلع للزور كحه متوسطه، بدا يحصل له سترايدر بدا يحصل له سترايدر اللي هو حشرجه ولا كان بيحشرج مع النفس صوت جامد قوي او ساعات الجأس سترايدر، يبقى اذا لو حصل بارشال الوي اوبستراكشن يا باشمهندس بيحصل له كف سبزمودك مع سترايدر او ساينوزس، دي علامات بارشال اوبستراكشن. امال لو كان سيفير ايه الوي اوبستراكشن كومبليت؟ يعني لو كان كومبليت العيان بيجي في صدم اونست وفي تشوكينج، تقول لك مره واحده بقى بيشهد ويعمل كده، ده تشوكينج، ده منظر التشوكينج، عمال بيشهد كده بيطلع في الروح يعني. حلو، يبقى صدر اوزلت اوف تشوكينج، ومع التشوكينج اكيد برضه هتلاقي الدهون بتبرق صيانوز، وساعات بيخش في ايه؟ في انكونشسنس يبقى كوماتوز. مكتوب عندك في كلمه غلط، في سطر متاكل في النص، في سطر متاكل في النص، مكتوب عندك صدر اوزلت اوف تشوكينج ومشاكل في الكونشسنس، صح؟ اكتب بعدها مكتوب بعدها فيلير اوف سيستم انتليشن، لا في بينهم صد، اكتب كده اكتب كده، وابنيا بيحصل له ابنيا ابنيا وكاردياك اريست، ابنيا وكاردياك اريست كده خلص الصد. الصد اللي بعده 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 الصد اللي بعده
انفنسر والفيل ده اسبكتيف فنتليشن. مكتوبه دي مش كلامي بس كده انفنسر وده خط الفيل دي حاجه ده النقطه الوحيده ايتم لوحده انفنسر والفيل ده اسبكتيف فنتليشن سبجكتيف فور امبودي اوبريشن سبجكتيف فور امبودي اوبريشن. يعني ايه؟ يعني لما تلاقي واحد جالك محسوب كده واحد طيروز ومخنوق ومغمى عليه رحنا عنده جراحه صناعي حطه على الاكتيفيتي ديشن او خد اكسجين ورضا ما بتحسنش ما ده ما بتحسنش يبقى اكيد الاي واي مقفول. اكيد الاي واي مقفول يبقى لو في واحد انكونشس وجيت اعمل له اسيست للفنتليشن ما ينفعش شك في ايه؟ الفورين بودي اكتريشن شك الفورين بودي اكتريشن. حلو الكلام؟ عاوزين نعرف بقى العلاج. النقطه الوحيده النقطه الوحيده طلعت كومبليت النقطه الوحيده خد بالك بقى معايا وخليها لي بيها. بص يا كابتن علاج بقى الواد الاخ السوري من الرسم واد جاي لك بالع المصلحه اللي في بقه دي خد بالك معايا ومحمود هيتعمل له ايه بقى؟ اول حاجه تاخد الواد الكلام ده لو كان عيل صغير لو انفل لو اقل من سنه هو لسه ابدا قد كده يعني تروح واخد الواد وتركبه على ايدك كانه راجل حصان من حاجه الواد وشه في ايدك انا منيمه كده اهو وشه يعني وشه على ايديا ورجلين دبدله من حوالين ايه؟ ده شارع على كام في ايدي كده اول حاجه على الارض المنظر انا مركبه على ده حصان ايه ده ايه؟ ايه ايه وشه حد يومك عليه طيب حد يومك والواد اهو وشه بتاع اهو ادي اكله وادي ده ايه؟ اهو وادي جسمه اهو وجاي شايفين؟ يبقى انا شايله على ده ايه؟ حصان كده حلو الكلام؟ واكون بايديا اكون بايديا نثبت الشوك كويس جدا اثبت راسه والشوك ازاي كده اهو يبقى انا ماسك في ايه؟ فوقه كويس قوي. ليه؟ انا مش عايز الفورم بودي يحصل بالتوجمنت يتحرك لمين ولا شمال ولا ينزل تحت زياده انا عايز راسه ثابته ورقبته ثابته ما يتحركش. حلو الكلام؟ وبعدين اهو عايز نايم على ايدك اهو لو انت مش مستعمل ايدك اليمين يعني لو انت مستعمل ايدك اليمين نايم على الشمال يبقى نايم على الشمال وانت ماسك بقه اهو. حلو الكلام؟ وتروح جاي في ايدك على ظهره عامل زي خطه بسرعه عامل ازاي؟ بس بسرعه يعني ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه الاخ حلمي ده عمل لك ايه بقى؟ الاخ حلمي قال لك لما تلاقي واد بلطجي المنظر ده
نحن أف وضوء الفراغ الخضوع فهو الفراغ وبعدين إيد تقفلها كده أهو خضم وإيد ما تقفلها كده أهو وتروح له قدامك وتروح أنت بلاد وإيدك الاثنين وتضغط على بطنه على بطنه فاهمين تضغط حد يطلع لما بجيبه حد وتضغط جامد فاهمين على بطنه أنا عمال أفك على بطنه وهو عمال بيحاول يطلعها بخطاب إني من عايز أفك إني إيه عمالة بتباع يعني فين مش فلوس فين مش فلوس يلا يا حاج انت وقت نفسك ليا انا حاسس بطن كده بجيبه على الجاي اول حاجه معلقه ليه بص لي كده مش عجبك اللي حصل لي ده مش عجبك اللي حصل لي ده بص الكلام موجه ليه حاسس بقى الكلام المس بروفك يحط قدامك وانت وراه وتروح قافل ايدك والثانيه وتعافى على الواد واضغط على بطنه جامد تصعد في بطنه بس خد بالك ما تصبك يعني الضغطه تخش بالنقط يعني ايدك كده اهو ونط الجسم بالظبط على الواد بص بصك ما حدش يتعب يقول كده وزن رفشك البرين ولا كده رفشك الليفر يبقى دي انا الفورم بودي طلع بالانترنال هيرمز وبرضه كل عام وانت ماشي يلا هي اخر الفيلم اغنيه سابني وراح مات الولد مات الوقت عايز هو نساعد اي حاجه من دي كلها تنفع في الموقف ده معايا يبقى ده علاج الايه تشوف كده قبل الكلام ده بقى عنده سايلوز وبقى عنده انكونشفت
بيقول لك انا داخل في الحواله خلاص حصل لي الانفيروسوفيليا، دي علامات على الانفيروسوفيليا، دي علامات على الانفيروسوفيليا. ومعايا دكاتره؟ طيب بقول لك ايه، هات بقى الجريدنج الثاني للمرض، هات الجريدنج الثاني للمرض، ده جريدنج على حسب السيفيريتي بس بالاكسجين. طبعا كل ما يكون الاكسجين اقل كل ما تكون حاله قليله اسهل. وبرضه عندي اربعه فين؟ عيد واحد اثنين ثلاثه اربعه. التقسيمه دي على حسب الاوتو ساتوريشن، التقسيمه دي على حسب الاوتو ساتوريشن. عامة نورمالي نورمالي الاوتو ساتوريشن اكثر من 85%. نورمالي الاوتو ساتوريشن اللي بنسميها اس اي او 2 نورمال، ان الاس اي او 2 اكثر من 85%. طب فلنفرض جالك عيان عنده اذر واي اوبستراكشن بس كان مينيمال، بحيث لقيت ان الساتوريشن لسه اكثر من 85%، يبقى كده مش محتاج اكسجين، ده مش هيحتاج لي اكسجين لان عنده الاكسجين كويس معاه. طيب اسمها جريد واحد. طب جريد اثنين انك تلاقي الاكسجين من 90 ل 95. جريد ثلاثه انك تلاقيه من 85 ل 90. جريد اربعه انك تلاقيه من اقل من 85 معاه. يبقى اذا لو كان اكثر من 95 ده كويس مش محتاج اكسجين. طب اثنين 90 ل 95 ده برضه كويس ولكن احتمال يحتاج اكسجين. طب جريد ثلاثة؟ لا ده هيحتاج اكسجين. ده هيحتاج اكسجين. جريد أربعة؟ ده هيحتاج الدرع كله. يعني انتيوبيشن وميكانيكال انتيوبيشن لو محتاج حالته وحشة. ده حالته وحشة. معايا دكاترة؟ أو السؤال، هل أي عيل تسمع منه سترايد في المستشفى؟ يعني هل أي عيل بيسمع معاه سترايد هل ده لازم يروح المستشفى؟ لا. لا. في انديكيشن للاورثوزايزيشن في السترايد. أو بمعنى آخر ايه الحاجات اللي لما تشوفها تقول لي الواد ده حاطه خطير؟ امتى اعمل اوتوزايزيشن؟ هم حوالي 6 أو 7 انديكيشن. ببساطه اول حاجه لو كان جريد 2 او جريد 3 او جريد 4. جريد 3 او 4 تمغمض، يعني اي عيان جريد 3 او 4 وتمغمض في المستشفى. انما جريد 2 لو كان سنه اقل من سنه. يعني جريد 2 ما بتخوفش الا لو سنه صغير اقل من سنه اخاف عليه وديه مستشفى. معايا دكاتره؟ وفي كمان يبقى اذا اول 3 انديكيشن لو كان جريد 2 وسنه اقل من سنه او جريد 3 او جريد 4. طب وبعدين في كمان 3 كلينيكال ساينز سجستنج. لو لقيت في العيان كلينيكال ساينز سجستنج حاجه من 3. سجستنج ايه؟ سجستنج بكتيريال ايثيولوجي، بكتيريال ايثيولوجي، او انه دخل في ريسبيراتوري فيلير، او ان عنده ديهايدريشن. يبقى اذا لو لقيت ان الواد ده اهو عنده ساينز سجستنج بكتيريال ايثيولوجي. انتوا فاكرين لو في بكتيريال ايثيولوجي عامل سترايد يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ بكتيريال كروب. بكتيريال كروب فاكرين لما خدنا الايموجلوبتايتس والهوبلس انفلونزا والكلام ده؟ ده كروب. لو في بكتيريا ايثيولوجي ده له علاقه كروب اللي ما فيش كروب. يلا يا شطار يلا. بس انا واضح اصلا من اولها. وبكتيريا ايثيولوجي حلو الكلام؟ او سجستنج ريسبيراتوري فيلير او سجستنج ديهايدريشن ده برضه وديه ايه؟ المستشفى. حالته وحشه. او لو في انريلايبل بيشنت الانديكيشن التابع، لو في انريلايبل بيشنت. انريلايبل مش معناه ان الواد كذاب ولا الواد ياخد منك فلوس وما يرجعهاش، لا انريلايبل يعني مثلا الواد ساكن بعيد عن المستشفى. فانا لو حاجته كويسه انا ما بحطوش في المستشفى، بس بقول لاهله اول ما حد السوق هاتوا المستشفى. طب فلنفرض المستشفى مثلا في الديره والواد ساكن في طبخه واحنا بنتكلم في القرن ال 17 ومش عربيات مثلا، يبقى لما يجي على الجمل هيقول له 3 ايام فقط، وبالتالي ده دخله المستشفى. بس معايا يعني قصدي لو المستشفى بعيد عن البيشن على ما يجي ياخد وقت يكون مات، لا يحطه في المستشفى. او لو انت شفت مثلا الواد الاب او الام اب حشاش ولا ام اصلا متخلفه عقليه ام داون وجايبه له صدفه، يعني مش جايبها جايبه له صدفه وجايبه له الاله اصلا مش رايبه، يعني تقول لهم يا حاج لو الواد بتاعك ادي انا ارفع له في البيت وارفع له في الشغل وارفع له عشان يموت شغل يا بابا. فلو لقيت ان الاهل كده برضه احجزه احجزه ما تخاف عليه. معايا يا دكاتره؟ يبقى دي معنى كلمه امر لايبل بيشن. امر لايبل ايه؟ يبقى
يبقى كده قلت الانديكيشن بتاعت الاوتوماتيزيشن. يبقى قلنا لو في اثنين او ثلاثه او اربعه. ثاني حاجه لو في كلينيكال ساين سبجكتنج هايدريشن بكتيريا بكتيريا ايثيولوجي. اخر حاجه لو طلبه لابد مش حلوه قوي. طيب هاي كلينيكال اسمها كلينيكال اولاني. هتلاقي عندك هتلاقي معاك طبعا تفضل تقول لي بتتعامل الصحاح وكان المعتاد هتلاقي فن الكلام هي واخده من التكست كلها وتلاقي الكلام رابط على بعض رابط. فاحنا نبدا عشان نبسط اللك عندك يبقى 16 نقطه في العلاج. طب كم نقطه؟ 16 16 يعني اصلا على تكتب الكتب 16 رقم 16 رقم واحد. فاحنا كان المعتاد نخليها حوالي 2 ونص كده نسكن بالراحه ويبقى الكلام كده حلو. طيب اول حاجه لو مره الاستيوا اصلا مالهاش لازمه او يلا اصغر الاستيوا زي بعض. اول حاجه يوجه لك المستشفى. اسمع بقى يوجه لك المستشفى وانت شايف ان حاجته خطيره يعني انت مصدق ايه ان هو يخش المستشفى وتختار علاج هتروح انت عامل ايه؟ اول حاجه قيم السيفيريتي بتاعته عن طريق حاجه اسمها البانس والجريتي. البانس ايه؟ يبقى اذا هنعمل له مونيتورنج اوكسجين ساتوريشن عن طريق بانس ايه؟ جهاز بيقيس الاوكسجين ساتوريشن. حلو الكلام؟ طيب خلاص بعد ما شفنا حالته هبدا اديله علاج. طب ايه العلاج اللي بياخده؟ بياخد ثلاث حاجات ركز معايا. ايه بياخد علاج؟ بياخد اوكسجين زائد ادرينالين زائد الستيرويد. دول عندك ثلاث نقط. يبقى اول نقطه ناخد اكسجين. اكسجين سواء بماسك او بخيمه معايا هيد بوكس يعني. ثاني حاجه ياخد ادرينالين علشان لو في لارينجال اديما او حاجه يعمل ديكونديشن ويفك الاديما. ياخد ايه؟ ادرينالين. رقم ثلاثه في ناس يقول لك مع الادرينالين يفضل انه ياخد الستيرويد عشان انتي انفلاماتوري وبيهدي الانفلاميشن اللي موجود فين؟ في الصوت. حلو الكلام؟ يبقى بياخد ايه؟ اكسجين مع ادرينالين مع سترويد. يفترض ان الحاجات دي تتحسن. طب لو اتحسن خليه عندك في المستشفى واعمله اوبزرفيشن. اوبزرفيشن لمده على الاقل اربع ساعات. اعمل له اوبزرفيشن لمده اربع ساعات. ليه بقى يا دكاتره؟ نوصل كده كمان. لان غالبا حالات كتير بتلاقي الباشمهندس في كروب في كروب بتلاقي العيال تحسن قدام تحسن. تروح انت مروح البيت. خلال كمر ساعة يرجع لك تاني ويكرر معايا عشان كده حتى لو حس نعمله ايه؟ اوبزرفيشن لحد ما اتاكد انه فعلا خف. حلو الكلام؟ طب فرضا ما حسنش يعني فرضا خد الحاجات ايه؟ وما تحسنش ده حاسه خطير يبقى مستدعي ان هو ياخد اندو تراكيال انتيوبيشن. يبقى ياخد اندو تراكيال انتيوبيشن او تراكيال سويس وانا عنده الزور مقفول يبقى الحقه اعمل له انتيوبيشن ايه واي عن طريق انتيوبيشن او ايه؟ او تراكيوسكوب. معايا دكاتره؟ في الاندو تراكيال انتيوبيشن عاوزك تعرف ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. الدايمتر الدايمتر بتاعها. ولو مش شايف والبيست روت. البيست روت يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه الدايمتر. الدايمتر انك انت خد بالك ان الانابيب الانس مكان تيوب ليها دايمتر مختلفه. انا اكيد بظبط الدايمتر على حسب الحل قدامي. يعني ما ينفعش اركز اعمل ده ده ما ينفعش اجيب انبوبه في القلم ادخل الواد عيل صغير. يبقى اول حاجه ايه؟ بتادجست الدايمتر على حسب الحال. ساعات بنقص نص ملي او بنقص ملي على حسب السن. معايا يا دكاتره؟ الدايمتر بتاعه يعني. ادي اول حاجه. طب ثاني حاجه لو انت مش شايف يعني مش شايف؟ هو المفروض علشان بتدخل التيوب احنا بنعديها من بين الفوكال كورد. احنا بندخل الانبوبه من بين الفوكال كورد. وانت نازل خد بالك متعور الفوكال كورد هينفع انجل. فعشان ادخل انبوبتي لازم اكون شايف الايه؟ الفوكال كورد. طب فاقدر انك مش شايفها. دي اجيبه جامده وانت شايف الايه؟ الفوكال كورد. طب هنعمل ايه؟ او هجيب واحد مساعد. اي واحد نازل نابل جونيور او امتياز ولا حاجه ويروح جاي لك على صدر البيشنت ويضرب. ليه؟ لما يضغط بتلاقي في هواء بيندفع على بره. الهواء ده اهو بيبقلل عند الفوكال كورد. بيبقلل ده بيقلل فقاقيع. ايه الفقاقيع دي؟ ده الفقاقيع عند الفوكال كورد. فلما تشوف فقاقيع ده مكان الفوكال كورد. حلو الكلام؟ لما تشوف اي فقاعه تضغط ده الفوكال ايه؟ كورد. وانت معدي بقى من عند الفقاعه. حلو؟
يبقى اذا لو انت مش شايف خلي الاسيستنت يثبت على صدره عشان تشوف الصفقيه. قالوا الكلام بعد الصفقيه البيست روت يعني دخل هو ازاي؟ ما هو اصل الانج براكيال تيوب ممكن ادخلها عن طريق بقه او ادخلها عن طريق مخيله. يعني ممكن ادخلها اوت روكيال او ميد روكيال. معايا؟ احسن طريقه للتثبيت هي ميد روكيال. ليه؟ بتدخلها في مناخيره وبتبدا برصك وسبت خلاص. سبت ولا محتاج بقى نلعب جنبها واثبتها ولا نحط البليسمنت. لا احسن طريقه هي ميد روكيال عشان اسهل في التثبيت. هتسيبها وتمشي خلاص اتثبتت كده. بتدخل انبوبه وبتبدا برصك خلاص. يبقى احسن طريقه ليه ايه؟ ميد روكيال. انا قلت في الام بروكيال ثلاث كلمات عشان ادخلها ظبط الدايمتر. لو مش شايفها بص على الخطوتين. واخر حاجه ايه؟ دخلها المناخير واحصل ميزو بروكيال ايه؟ انتيوبيشن. طب وبعدين؟ اتفرج معايا. طب لو حد ضيع يعني الحاجات دي او هو حد اخطر من كده تعرف ان الصبي نعمل له حاجات بقى اعلى. حاجات اعلى زي ايه؟ زي مثلا ممكن ناكله كباب. ناكله ايه؟ كباب. ايه بقى الكباب ده؟ تختار عليها على فكره كباب يعني كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر. كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر يعني هقعد اديله ايه؟ هديله الفنتيليشن اندر بريشر. انا بجبر الهواء يخش. جهاز بيديليفر الاكسجين اندر تنشر او اندر بريشر. معايا؟ عشان يعدل الاوبستراكشن ده. يبقى انا ساعات بضطر اديله ايه؟ كباب. وساعات كمان غير الكباب ساعات بضطر اعمل له ميكانيكال فنتيليشن. ساعات بضطر اعمل له ايه؟ ميكانيكال فنتليشن. شوف يعني ما تتحصلش في اي حاجه. اي حاجه يحتاج اعملها حتى لو كان دراسه صناعه اعمل ميكانيكال فنتليشن. معاك؟ المهم السؤال بقى اللي بنساله هو انا امتى اشيل الانبوبه؟ يعني مش لازم احط انبوبه حتى لو عمل دراسه صناعه لازم ادخل انبوبه. طيب امتى بقى اشيل الانبوبه؟ امتى اشيل الانبوبه؟ عامة في حياه الجروب المتوسط من 3 لـ5 ايام. يعني على 5 ايام بالكثير بيتحسن. ولما يتحسن اشيل ايه بقى؟ الانبوبه. يبقى اذا بعمل اكسكيوشن اكسكيوشن قلنا امتى؟ بعد 5 ايام. او ساعات بشيلها واركبها تاني لو انت مركبها غلط او لو حطها للبريزمنت. يعني ايه؟ من حين لاخر احنا بنبص على الانبوبه. لو لقيت ان حوالين الانبوبه انت تعمل انسبكشن شايف ان حوالين الانبوبه في فخها هواء مع طول النفس بتلاقي ان جنب الانبوبه بيحصل برضه بقلاله فخها هواء كده. لما تلاقي فيه فقاعات جنب الانبوبه برضه ده معناها ايه ليك؟ معناها ان الانبوبه بتثوج. معناها ان الانبوبه بتثوج انها اتحركت من مكانها. حلو الكلام؟ لو انت شفت الانبوبه بتخرج هواء تروح انت شايلها خفيف وتركبها تاني او تشوف المشكله فين. لو حصل ايه ليك شيل الانبوبه ما بتدخلش اصلا هواء بتتسرب على بره. معايا دكاتره؟ يبقى اذا انا بشيل الانبوبه يا اما بعد ما يتحسن يا اما لو كان فيه ايه ليك. يبقى تاني حاجه لو فيه ايه ليك ايه اللي مش فاكرها؟ حلو الكلام؟ ده اللي هو الايه؟ الحالات اللي هنشيل فيها الانبوبه. طيب وبعدين بعد ما خلاص شلنا الانبوبه وعملنا اكستوبيشن والحاله بقت كويسه زي الفل هنروح نبدا نعمله دلوقتي ايه؟ ديسشارج. هيتعمل له ايه؟ ديسشارج. معايا دكاتره؟ هي سكيمه طويله قوي بس سهله مش لازم صعبه. يبقى اذا كنا بنعمل ايه؟ المشكلة في الايه مش في الراس الايه الوي فوق مش في الراس الايه 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 الراس يعني بتزود الاكتيفيتي ويحتاج اكسجين واصلا مش لازم يخش ياكل كباب ولو احتاج ميكانيك
الاوبريشن ياخد انت تشيل الانبوبه لو حصل ليك او بعد 5 ايام وبعد ما يتحس نعمل فاكر الكلام ده؟ ادي طب هات لي اخي الموضوع بقى انا في مكتب اصرف كده اصرف ما اصرفش ما اقدرش والهيستامين بيفتح ايه؟ الكوتينيا الكبيره اللي قلنا قبل كده
الهستامين بيفتح الكبيرة الجلد برضه اللي كان نورمالي 90% منها مقفول، راح كلها مفتوحة، راح الدم كله طلع على بره، ولكن تحصل شوك، قاعدة تحصل شوك، وازاي ان تعدي القلب ما عادش يوصل له دم كفاية، فيحصل له اسكيميا واريزميا. معايا؟ يبقى اذا في القلب يحصل شوك ويحصل اسكيميا وايه؟ واريزميا. لو تاخد بالك ان الحالة صيف وتبقى سودا ومميزة، لو ما تقعش بيموت. طب ايه بقى الحل؟ ايه العلاج؟ في عندي حاجات انيشيال وبعدين في بعد كده. طب ايه الانيشيال؟ اول حاجة حافظ على التنفس. اول حاجة واهم حاجة حافظ على التنفس. يعني اول ما تشوف خدته تروح للعنوان ترابيوستومي او مدخل انبوبة. يبقى ترابيوستومي ودخل ايه؟ انبوبة. وتاني حاجة، وتاني حاجة هات لاين، هات لاين. كان يلو يعني عشان الكاميرا دي حد فيها ادوية. يبقى هات لاين، اضربنا لاين عشان هياخد ادوية وريد. وتالت حاجة بسرعة جدا تجيب انبوبة ادرينالين وياخد طبقة سيلة ادرينالين. ياخد صفقة ثانية ادرينالين عشان بس الصفقة ثانية ادرينالين بينقص السيستميك ابزوربشن بتاع الايه؟ الاندجين ده. فانتوا عارفين ادرينالين جاي من مصدر انتريكشن فبينقص امتصاص الاكشن. فكيف في الفارما بيقول لك ادرينالين از فيسيولوجيك انتيدوت اوف هيستامين. هو اهم دواء في العلاج هو الادرينالين. حلو الكلام؟ طب وبعدين؟ بعد كده دي حاجات انيشيال، يعني ايا كان خطوره الحاله اعمل كده الاول وبعدين اقيم. لقيت الحاله مش ضايعه قوي، الحالة مش ضايعة قوي، يعني الحالة مايلد. الحالات المايلد ساعات ما بتحتاجش أي حاجة غير اللي أنا عملته في الأول ده وخلاص. إنه حط له أنبوبة وخد أدرينالين طبقتين وخلاص في الجلد. إنما بقى الحالة السفير، السفير بيحتاج أكتر. يعني ساعات بحتاج إيه؟ ميكانيكال فنتيليشن وكده. ومونيتورنج، مونيتورنج للأكسجين والسيركوليشن وكلام من ده. ويحتاج محاليل عشان خاطر الشوك وكلام من ده. أهم حاجة الأدوية. اهم دواء بياخده هو الهيبنفرين. ادرينالين برضه بصوا يا دكاتره، لو تفتكروا في ايام زمان بيقول لك اي انافلاكتيك شوك مع اي دواء او مع اي حاجه كان يبقى علاجها ايجا، ايجا هيبنفرين وكورتيكوسترويد وانتي هيستامينيك. يبقى هيبنفرين والكورتيكوسترويد والانتي ايه؟ هيستامينيك. قلنا اهم حاجه هو الهيبنفرين، هو هياخد وريد او تحت الجلد. ولو خد وريد ياخد سكوشر، لو خد وريد ياخد على الهادي قوي عشان بيعمل فنتريكولا فايبريليشن. معايا؟ وياخد كورتيكوسترويد عشان برضه انتي انفلاماتوري وانتي الرجيك وانتي هيستامينيك. حلو الكلام؟ طيب مع دكاتره معاهم ساعات بنحتاج برونكو دايليتور الله يوفيلي مثلا، ده برونكو فازو او بيزتين اجلس. يبقى ساعات بنحتاج برونكو دايليتور زي بيزتين اجلس او زي الايه؟ الله يوفيلي. غير كده لو عنده سكر، لو عنده سكر قال له حليب ياخد محاليل. معايا دكاتره؟ طب فلنفرض جالك العيان وبعد كده هو كله سيستماتيك، هو سيستماتيك كله. لو جالك العيان لقيت الضغط وقع خالص عنده كلها ضغط سي مثلا 60 30 ده بيموت، حله بقى ايه؟ بتعلق له ادرينالين في المحاليل، بياخد حاجه اسمها كونتينوس ادرينالين انفيوجن. كونتينوس ادرينالين انفيوجن وبظبط الادرينالين الدوز بحيث تخلي الضغط عند البيشنت ثابت على 100، تولك ثابت على 100. يبقى بحاول اضبط السيستوليك بلاد بريشر على 100، اضبط المين بلاد بريشر على 80. عارفين حاجه اسمها مين بلاد بريشر؟ مين ده بيجي معدل بيجي 6 سوال. ايوه مين بلاد بريشر بيساوي السيستوليك بلاد بريشر تساوي السيستوليك لا السولت بلاد بريشر. المين بلاد بريشر ده بيساوي السيستوليك بلاد بريشر لا السولت بلاد بريشر. طبعا عارفين بلاد بريشر اللي هو الفرق بين السولت والسيستوليك. معايا؟ كده خلصت خلاص الايه؟ ماشي يا سيدي، افتح بقى الاسئله، افتح الاسئله. هنشوف بس الحاجات بقى اللي جت لك معاك كده. الفيديو يطلع كده. بص يا جدع، روح فين؟ الاسباب هو طول ميكس مع الميجرز. لو شفتوا في الشفت القديم كان في عندك جدول كده
ديفرنشال البرونكيا الازمه من بقيه اسباب الاضطرابات والاستريس اللي هي زي مين؟ زي الحروب والنمونيا والكوميكول اكسبريشن والهارت فيجر الجامد والبرونكولايتس. دي اسباب، يبقى دي اسباب الاضطرابات والاستريس. طبعا هو اصلا الكلام عن الموضوع القديم دلوقتي لو جه جاوب ازاي؟ ايه؟ ما نعرفش ليه يا نسر؟ هقول لك انا وجيت سؤال يعني لو جه تجميع حتى على التحليل يعني ما جاش هتقول لي ميكس جيت كتجميع الفيروس الستريس، واحد جاي بالثيروس وكلام منه. يبقى خد بالك الاسباب، ايه الاسباب؟ تكتب الاسباب اللي تشتغل. دلوقتي خمس اسباب دول، دي حاجات مهمه. اوعى تنسى تكتب اول حاجه، الستيتر، وتاني حاجة الهروب، الهروب والنمونيا، النمونيا والبرونكولايتس والهارت فيلير والفولي مود اكسبريشن. كنت شفت الموضوع ده كمان هي كده في الدكتور ياوس بصيت النظري في الشت القديمة هتلاقي في الدكتور الدكتور بدلة من الويدي انفنت وما بيطلعش الستيتر. لما قلت لكم عوامل الشفر، لما قلت لكم ادب راس البيت بتاع عوامل الشفر، وتاخد بقى واحدة واحدة فيهم واحدة واحدة فيهم. تبقى كلمتين يعني كلمتين مختصرين، كلمتين في الفيجيت شارت مع كلمتين في الانفستيجيشن. وتريد تبقى برضه عاوز تتقطع على الفيجيت. عاوز تتقطع. يعني برونكيا الازمة هتوعدوني الفيجيت شارت بتاعت الفيجيت شارت. اللي هو كمان طويل وديسنيا ومش عارف ايه وديزنر بوكس كامل هيلث والكلام ده. الانفستيجيشن تقول له هنعمل بالمونري فانكشن سيستم سكنتر مثلا. العلاج تعنون له هياخد برونكو دايليتور مع الكورتيكوستيرويد تعنون له. انت بتكشف الموضوع معايا وبعدين تاخد هارت فيلير كلمتين فيه اللي كان بيكتشر تريتمنت وبعدين الجروب عندك في الشفت القديم اللي كان بيكتشر تريتمنت وهكذا. انا بقول لك السؤال عن النظام القديم، السؤال عن النظام القديم او التشخيص القديم معايا. بس بقول لك توجد، بقول لك توجد، اوعى تنسى تزود على الاسباب الكهربي، اوعى تنسى تزود على الاسباب السترايك بوك اللي هي الجروب يعني وده الجروب والتريتمنت شو اللي فيجر حتى التريتمنت الاسترايدو للإمرجنسي معايا؟ اللي جت تفيد السبع حاجات دول الفينشال فيجر السبع حاجات دول تعمل تفيدنا بتاعها الفينشال والفينشال الاسترايدو عاوز الفينشال عاوز الشرط ايه؟ شوف كده بقى الفوق المودي اصغر صحيح مكتوب عندك في شوف نفس الشرح والله تشوف نفس الكلام ورقم الفوق المودي اصغر بقى الشرط ده هو الفوري دكتور الفوري ازاي؟ الفوري ازاي يعني فرقهم ده تقول ازاي في الشيست الفوري دكتور؟ بعد ما فوري يقول اوبريشن وبرد ده ده هو الفوري يقول اوبريشن وكمان الفرونكايتس والحاجات دي. هو كان نزل لك معاك. بعد كده خد بالك معاك. السؤال الثاني بيقول لك انجريت كوزز اوف اكيوت ريزاجات ويز ستريس في عيل اربع سنين وهاو تو دايجنوز ستريس نفس السؤال اللي فوق. عاوز اسباب الاكيوت ريزاجات ويز ستريس. طب تقول نفس الاسباب اللي قلتها لك، نفس الاسباب بس عناوين بس. تحطها عناوين وبيقول لك هاو تو دايجنوز ذا فيفر ازاي؟ نقي اي واحد على مزاجك واعمل له العلاج. برونكولايت بس، وغيره حلو. برونكولايت واخده دايجنوز ذا فيفر. حلو الكلام؟ معايا يا دكاتره؟ طيب نشوف بقى الاسئله اللي جت في السنه اللي فاتت. يعني سؤال السنه اللي فاتت دور اول. دور اول. الدور الاول جاب لهم السؤال بتاع برنسبلز اوف بويزن، قال لك مانجمنت اوف بويزن تشايلد. لو في عندك تسمم تعالج ازاي؟ ما تعطيش. طلع مسائل جديده في عملك جديد. قال لهم مانجمنت اوف بويزن، مانجمنت اوف بويزن. معايا يا دكاتره؟ طيب الدور اللي قبله التأجيل اللي هو كان قبله خمس تأجيل قلت لكم جاب انافلاكسي. قال لك كوز اند مانجمنت اوف ايه؟ انافلاكسي. أنا الدور اللي قبلها دور أول جاب لي تشوكينج. الدور اللي قبلها دور أول جاب لي تشوكينج. معايا يا دكاترة؟ واللي تشوكينج تشوكينج اكتب نفس الكلام اللي عندك وذكره بس نفس زود عليه عنوان ديفرنشال دايجنوزز فروم أذر كوزز أوف ريسبيراتوري ستريس زي ما بيقولوا. ديفرنشال دايجنوزز فروم أذر كوزز أوف ريسبيراتوري ستريس اللي أنا بقولهولكم معايا
عشان بس الاخبار كامل. لا 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 مش دول، هو مش عارف كله على شويه وخلاص كده راح. هو طالب ديتنشن، طالب شوبينج. فانت عاوز تكتب مع الزهره في واحد عاوز كفايه. وده سبب ضرب. اذا جالك خد بالك في الامتحان هتلاقي اسئله اجابتها تصدم واسئله اربع صفحات. وده بيشيل ده. ما هو اللي بيحط الامتحان بيكون مظبط الوقت. السؤال الصغير هو عارف، السؤال الكبير، ده بيشيل ده. معاك؟ بعد كده السؤال اللي جه الدور اللي قبلها دور اول 2004 دور اول. قال لك كلاسيفيكيشن اند مانجمنت اوف شوك. قال كلاسيفيكيشن اند مانجمنت اوف شوك. معايا يا باشا؟ معايا؟ كلاسيفيكيشن وماشي. بص يا باشا حضرتك ايمرجنسي. كلاسيفيكيشن اند مانجمنت اوف شوك. ده اللي هو ايه؟ كل الاسئله اللي جت في الايمرجنسي. طيب نشوف بقى الحاجات الثانيه. عندك هنا حاجه اسمها بريفنتيف ميديسين. البريفنتيف عامة بقى شفطة شفوي. قالوا سنتين دول شفطة شفوي. وكده قلت لك اصلا ما شرحوش، هو اربع صفحات فاكسين. ان شاء الله اشرح فاكسين زي ولا كده بتاع مرض بتاع كوميونتي وفي البي سي فاكسين من تحت الدراع الشمال عشان بيحبك من التي بي حاجة قلب يعني. عامة انا نزلته برضه بتاع التجمعات. مرضى على كده فاكسين. بس انا هحط لك معاهم برضه الدكتورة حريش الزور السنة اللي فاتت بنات دخل شرح حاجة اسمها سوشيال ميديسن. سوشيال ميديسن موضوع واحد اسمه تروفوجينيك ايجنت. موضوع اسمه تروفوجينيك ايجنت. عارفين شبه ايه؟ يقول لك جينيك. فاكرين مثلا موضوع اسمه ديك مورفولوجي؟ اللي هو ليه؟ هو شرحها تاني بالكتاب تاني. مسميها موضوع اسمه كومن تروفوجينيك ايجنت. انا حاطه برضه في التجمعات. كومن تروفوجينيك ايجنت. ده اتقال بس في المحاضره. اتقال في المحاضره برضه. الواحد عايز يتخيل ثلاث ايام بيقول لا. هو ده الكتير. هي من المستوى مفيش حد مش موجود. كل حاجه ايه؟ صفحه صفحتين صفحه صفحتين كده. المهم بص معايا يبقى خد بالك معايا. يبقى بقول لك ايه؟ ده كله على بريفنتو. المهم بص ايه دي جه قبل بص جه زمان. يقول لك روتين بوستر ايمونيزيشن. روتين بوستر 84 ده 84 الاجابه جدول استعمار. الاجابه جدول استعمار. تحط له الجدول الاول عندك في الورق وبعدين تاخد فاكسين فاكسين تتكلم عنه. معايا؟ الشطر كله يعني. الاربع حطيتها على بعض. معايا روتين بوستر ايمونيزيشن هتكتب جدول استعمار وكلمتين في كل فاكسين. معايا؟ وبعد كده بيقول لك انيوميت فايروس فاكسين اند ميثود اوف ادمنستريشن برضه مباشر عندك في الورق. هتلاقي عندك انواع ايه؟ اللايف فايروس فاكسين. معايا؟ ريسبونس سريع عندك في البوليو. بيقول لك ريسك ادمنستريشن اصلا ما يجيش نص كان سبب طيب. عايز اساميهم النيوبرين والجزء ادمنستريشن. طب بعد كده بيقول لك ايميونيزيشن سكيم فور فيرست تيم اوف لايف نفس السؤال رقم واحد. حط الجدول واتكلم عن كل فاكسين. السؤال رقم ثلاثة حط الجدول واتكلم عن كل فاكسين. السؤال الرابع بيقول لك وش جروبين الصلب ولا السابين فاكسين؟ برضه السؤال بقى ايوه الاورال. فاكرينه؟ كوره كله فاكسين. السؤال ده اجابته هتقول له اه بالفضل السليم وتحط الجدول بتاع المقارنه بينهم. هنعمل لك مجرد مقارنه بين السليم والصلب. يعني تقوله بالفضل ليه؟ الكلام بتاع الكوميونتي. معايا دكاتره بعد كده. بيقول لك ان يوم ريت والله دكاتره. بيقول لك ان يوم ريت تايب اوف فاكسين جيفن ان ذا فيرست سيرو فلايت اند هيت كومبليكيشن. شرط تحط جوه الصرامات بس عاوز بس انيوميشن. حط اساميهم والكومبليكيشن بتاعتهم وماشي. يبقى اسامي الفاكسين والكومبليكيشن. طيب البروس ديفلوبمنت ايه؟ انا اسامي الفاكسين والكومبليكيشن. بص عليها يعني. ايه؟ بص عليها. طب نقول لهم حاجه جامعه عشان تشوف الفاكسين. ماشي. بس يا ريت تقول لهم ايه؟